دايما ما بتكون الشعارات الأكبر هي العناوين الرئيسية وتغيب بعدها التفاصيل. واحدة من هذه الشعارات اللي طول الوقت بتبقى بتعلن في المجتمعات وقت التغيير وبعدين تتنسي بصراحة، العنوان الكبير اللي اسمه العدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية ببساطة كانت واحدة من مطالب مصر الجديدة والجمهورية الجديدة، وكان بالنسبة لكتير مننا مجرد هتاف بيردد أو كان نابع من حالة كده من الذنب الاجتماعي عند بعض الناس اللي بيقولك أنا حاسس أني جزء من المسؤولية أو حاسس أني مسؤول بشكل ما عن هذا المواطن اللي موجود في أقصى صعيد مصر اللي محروم من الخدمات، لكن أنا الخدمات عندي متوفرة. أو بشكل تاني بنردد العدالة الاجتماعية، لأن كل ما بتفهم أنه إزاي بتقيم اقتصاديات الدول ويقيم تقدم الدول كمان أنه قد إيه مبني على العدالة الاجتماعية، فتبتدي تطالب بيها. تعريف العدالة الاجتماعية ببساطة هو أنه كلنا يبقى عندنا نفس الفرص مش لازم أبدا كلنا يبقى عندنا نفس النتائج. يعني مفيش حاجة اسمها أن العدالة الاجتماعية أنه يبقى كل الناس في مستوى اجتماعي واحد ولا مستوى اقتصادي واحد، لكن أنه الناس كلها عندها نفس الفرص. الفرص في التعلم، والفرص في الحصول على خدمات صحية، والفرص في توزيع العادل للثروات بتاعة الدولة لأن هي بتاعتنا كلنا. لو أنا وكل الناس أو قدر الإمكان ومعظم الناس كلنا عندنا نفس الفرص، يفضل بقى الجزء الباقي على اجتهاد الناس ومحاولاتهم وتطويرهم هم لنفسهم. كده احنا حققنا العدالة الاجتماعية وادينا لكل الناس ما يسمى بالحياة الكريمة. يمكن اللي اختار اسم حياة كريمة، ودايما أنا بقول أنه اختيار موفق جداً، وأكيد طبعا فاهم جدا أنه لما بنقول حياة كريمة احنا لا نردد شعار، لكن احنا بندور على نتيجة وبندور على منتج نهائي للعدالة الاجتماعية.